مساء الخير. دايما بنتكلم عن الأمن الغذائي والأمن المائي، دول من أهم الأشياء أو الملفات اللي دايما بتكون على قمة أجندة أكبر الحكومات. وإحنا بنتكلم عن الأمن الغذائي والحكومة طبعا متوالية الملف بتاعه، وزارة التموين وما إلى ذلك. نتكلم كمان عن مشاكل المياه، وإحنا بنتكلم كمان عن المياه وإزاي نوفرها والأمن المائي. بتتكلم كمان هنا عن أننا بنستورد 60% من غذائنا. طيب نستورد 60% من غذائنا عشان فقدنا عدد كبير من الأراضي الزراعية، ولكن اللي كتير مننا ما يعرفوش ان احنا ما بنقدرش نزرع كتير من المحاصيل عشان عندنا أزمة أو تحدي كبير جدا غير طبيعي في الموارد المائية. وعلى فكرة دي تصريحات لوزير الموارد المائية اللي صرح بيها لما كان بيتكلم عن مشكلة الرز اللي كلنا أكيد وكل بيت مصري حس بيها لما وصلت أسعاره الرز ما كانش موجود، أو وصلت أسعاره كمان في بعض الأماكن لـ8 أو 9 أو 10 جنيه. بنتكلم عن ان احنا 97% من مواردنا او مصادر المياه في مصر بتيجي من خارج الحدود، يعني دي حصة مصر من مياه النيل واللي بتبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ودي بتكفينا يعني رغم التحديات المتزايدة. ده حسب كلام وزير الري أو وزير الموارد المائية. كمان بنتكلم عن أن مصر بتحتاج لحوالي 110 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والحصلات الزراعية اللي بيتم استيرادها من الخارج بتحتاج لحوالي 30 مليار متر مكعب لزراعتها في مصر. عشان كده بنستورد طبعا نسبة كبيرة من المنتجات دي بسبب عجز المياه. مشكلة الرز واللي حصل فيها وخلى كتير من المزارعين ان هم يعني يجتهدوا بشكل شخصي ويروحوا ان هم يروا بعض القطع من الاراضي الزراعية ليهم للرز من المياه الصرف، رغم انه طبعا المشكلة الحكومة عالجتها بشكل سريع جدا، وبدأنا نلاقي ضخ من القوات المسلحة ومن وزارة التموين لكميات وأطنان مهولة من الأرز وبأسعار 4.5 جنيه، ولقيناه في كل الأماكن المشكلة. لكن احنا بنتكلم عن مشكلة المياه في الأراضي الزراعية وإزاي الحقيقة نتغلب عليها ومجهودات الحكومة إنها تتغلب عليها، إذا كانت وزارة الزراعة طبعا ووزارة الري والموارد المائية. ده موضوعنا النهاردة الحقيقة اللي هنناقشه مع حضراتكم في همزة وصل، وهو كيف يمكن التغلب على مشكلة نقص المياه في الأراضي الزراعية. هل هي مشكلة حديثة، مشكلة بتحصل بشكل سنوي، وإزاي ممكن نتغلب عليها؟ ممكن حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال همزة وصل على تليفوننا الأرضي على 2574-3366، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وجوجل بلاس وسكايب وانستجرام على همزة وصل AG، ودي وسائل التواصل معنا علشان نتناقش مع حضراتكم مع المسؤولين على موضوعنا النهاردة، ازاي نتغلب على مشكلة نقص وعجز المياه في الأراضي الزراعية. خلينا نروح لتقرير نعرف منه تفاصيل أكتر ونرجع نبدأ الحوار والنقاش. عدد من التحديات المتعلقة بالمياه تواجهها مصر، خاصة ثبات حصة مصر من موارد نهر النيل لـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتزايد عدد السكان بشكل متزايد، فضلا عن محدودية الموارد المائية الأخرى مثل الأمطار والمياه الجوفية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها المتباينة. ومن تلك التحديات زيادة الطلب على المياه المستخدمة للشرب والصناعة والزراعة، وتدهور نوعية المياه نتيجة إعادة الاستخدام المتكرر، بالإضافة إلى زيادة معدلات التلوث المجاري المائية، فضلا عن الفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي بالزراعة. الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية اعتبر أن الحاصلات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج تحتاج إلى 30 مليار متر مكعب
لزراعة 18 مليار متر مكعب من إعادة تدوير المياه والأمطار وإعادة استثمار مياه الصرف الزراعي، مؤكداً أن زراعة الأرز تؤثر في السحب من مياه الري داعياً إلى ترشيد الاستهلاك، لافتاً إلى أن مصر هي أعلى دولة في أفريقيا والعالم في إدارة المياه وإعادة استخدامها. وأشار عبد العاطي إلى أن وزارة الري تسعى إلى توعية المواطنين وتفعيل القانون ضد استهلاك المياه المفرط في التسريب وإهدار مياه الشرب ومياه الصرف الصحي التي يتم استخدامها في الزراعة دون معالجة، وحماية الشواطئ المصرية من الغرق. ومع كثرة التحديات المتعلقة الخاصة بالمياه، بات من الضروري تضافر جهود كافة الجهات المعنية في مواجهة، خاصة في الدور التوعوي، بأهمية المياه والحفاظ على كل نقطة، وتقنين الاستهلاك وتوعية الفلاحين على استخدام طرق بديلة لري الأراضي الزراعية دون إهدارها. مجموعة من النقاط هنناقشها النهاردة، والنقاط الخاصة بترشيد الاستهلاك وحماية الهدر الكتير جدا من المياه، إذا كانت في مياه الشرب أو استخدامنا في المنازل أو في الصناعة أو في الزراعة وما إلى ذلك، وإزاي طرق بديلة أيضا للمزارعين إن هم يستخدموها علشان تقليل الهدر من المياه. خلينا نروح لجولة من التعليقات اللي وصلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأولى التعليقات معك ألاء. أهلا بك يا حنان، أهلا بكم مشاهدينا. وسائل عديدة لترشيد استهلاك المياه، ومن ثم التغلب على مشكلة نقص المياه في المحاصيل الزراعية، منها الاتجاه أو استخدام أساليب مختلفة للري مثل الري بالتنقيط، وأيضا زيادة الوعي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه بصورة عامة، وأيضا الاتجاه إلى معالجة المياه، مياه الصرف الزراعي أو أيضا مياه البحار. هذه هي أبرز المقترحات التي يطرحها مشاهدونا للتغلب على مشكلة نقص المياه في الأراضي الزراعية من وجهة نظرهم، وكما يتضح من خلال مشاركتهم معنا عبر صفحة البرنامج، والتي نتعرف على أول مجموعة منها الآن معكم. والبداية مع عادل أبو شنب، يقول يمكن التغلب على مشاكل نقص المياه في الأراضي الزراعية من خلال، فهذه المشكلة كما يقول عادل هي تتصاعد بنسبة مثيرة للقلق، وهذا يحتم على الحكومة وجميع السكان التحرك بشكل حاسم وسريع للتخفيف من شح المياه وتطبيق أساليب وتقنيات أكثر فاعلية للمحافظة على المياه، منها تفعيل الدور الإعلامي في نشر الوعي المائي بين السكان، وأيضا تفعيل دور المؤسسات الدينية في القيام بدورها لتعريف الناس بجرم الإساءة في استغلال المياه في غير محلها، وأيضا توفير حبوب مقاومة للجفاف وتستهلك كمية أقل من المياه مما هي عليه الآن، وأيضا تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها مرة ثانية في مجالات متعددة. ويجب على الدولة اتباع نظام الري الحديث والري السطحي المطور وتقنية الري بالتنقيط، ويجب أيضا استخدام مياه البحر في ري العديد من النباتات التي تتحمل درجات عالية من الملوحة وتحلية مياه البحر وحفر آبار مياه جوفية، ويجب علينا أيضا عدم ترك الصنابير مفتوحة طوال الوقت في المؤسسات الحكومية والمنازل لعدم الصيانة الدورية مما يزيد من إهدار المياه. معنا وليد سعودي أيضا يتقدم بعدد من الآراء له، يقول أعتقد عمل طلمبات بمواتير شديدة الكفاءة ستكون الحل الأمثل إلى لترشيد المياه، ولو أمكن تحليلها فهذا سيسد حاجة مصر من المياه، ولكن علينا التجربة مرة واثنين وثلاثة حتى لا نصاب أمراض، وعلى الدولة أن تغير اسم وزارة الري والموارد المائية إلى وزارة المياه ويكون شعارها الماء أصل الحياة، لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. محمود أبو الليل يقول أولا يتم عمل شبكات تنقيط للجميع أشجار الفاكهة والخضروات، ولا يتم الري بل الغمر إلى ما عدا القمح والأرز، ويتم تفعيل شبكات التنقيط على مستوى الجمهورية، والمشكلة ليس في الأراضي الزراعية فقط. إذا كنا نريد توفير 50% من المياه في مصر ليس عمل تحلية لمياه الصرف، الدولة قامت بتوفير مثلا اللمبات الموفرة للكهرباء. فهو هنا محمود لديه اقتراح، يقول أن تقوم الدولة بطرح حنفيات وخلطات من النوع الذي يعمل يكون له جاذبية عند الاستعمال، ويتم التحصيل على فاتورة المياه من كل منزل، لأننا أكثر شعب في العالم يهدر المياه في رش الشوارع وأثناء الغسيل في المنزل. فهو هنا يدعو إلى
بعض المقترحات من وجهة نظره لتوفير استهلاك المياه ومن ثم تتوفر المياه للأراضي الزراعية تحديدا. إذن حنان هذه هي أول مجموعة من آراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة. ما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية وعبر صفحة البرنامج نتواصل مع مشاهدينا لتصلنا ونتابع كافة الآراء، ولكن الآن إلى بداية الحوار مع حنان الخولي. إليك حنان. بشكرك ألاء وبنشكر كل مشاهدينا لتواصلوا معنا. خلينا نبدأ جولة من الاتصالات الهاتفية. معنا في البداية مهندس وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري، والحاج محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين. خلينا نبدأ مع مهندس وليد. وبعد التحية مهندس وليد، يعني وزير الري والموارد المائية اتكلم عن التحدي الغير طبيعي للمياه، وان 97% من المياه بتاتي طبعا من خارج حدود مصر، يعني من حصتنا من النيل، وان اللي بنحتاجه طبعا علشان نزرع المواد او الحاصلات الزراعيه اللي احنا بنحتاج لها عشان ما نستوردهاش بيكون يعني مليمترات ملايين او مليارات المكعبات من المياه. فممكن حضرتك توضح لنا ده في البدايه بشكل سريع. مساء الخير على حضرتك. الحقيقه انه ان احنا عندنا بدايه عندنا ما يسمى بالعجز المائي. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا موارد حصتنا من النيل وبعض الامطار كده اللي موجوده على الساحل الشمالي وبعض المياه الجوفيه العميقه اللي موجوده في الصحراء الغربيه. دي الموارد بتاعتنا حوالي 60 مليار 62 مليار. في مقابل الاحتياجات لقطاعات الزراعه والشرب والصناعه واحتياجات بتوصل لحوالي 80 مليار متر مكعب. فاحنا عندنا عجز من 18 ل 20 مليار متر مكعب في السنه. من وضع الحال من 18 ل 20 مليار متر مكعب في السنه. نتعامل مع العجز ده ازاي؟ دلوقتي احنا بنعيد استخدام مياه الفرش الزراعي بشكل كبير. بنوصل يمكن 12 13 مليار متر مكعب من الفرش الزراعي، بنعيد استخدام صرف الساحل المعالج. تمام. بنستخدم مياه جوفيه السطحيه اللي هي موجوده في الدلتا والوادي، ودي مش مصدر منفصل، ده هي ميه النيل بتروح للاراضي الزراعيه بتنزل وبتاخدها في وقت الصيف لما كنا حاجينها في وقت اقصى احتياجات، فده نوع من اعاده الاستخدام. من خلال المجموعه دي في طبعا جزء من التحليه، من خلال المجموعه دي بنقدر نوصل او نقفل الفجوه او نعادل العجز اللي موجود عندنا دلوقتي. بالتاكيد محتاجين اجراءات مستقبلا مع زياده السكان، مع ثبات الحصه من المياه، ثبات من المياه وزياده السكان، ده بيؤثر على ما هو متاح وعلى نصيب الفرد من المياه. بالتالي لازم ناخد اجراءات بالتعاون مع كافه الوزارات الماليه للمحافظه والمواطنين، بالتاكيد المحافظه على كل نقطه مياه موجوده. ترشيد استخدامات مهم جدا. الحفاظ على المياه من التلوث مهم جدا، لانه زي ما قلت انا بعيد استخدام مياه الصرف الزراعي، لو ملوثه المياه دي انا ما بقدرش اعيد استخدامها. وعندنا امثله لبعض المحطات الحقيقه نتيجه لان القانون بيحدد عشان اخلص مياه الصرف الزراعي او اعيد استخدامها لازم ليها معايير معينه عشان ده تؤثر على الصحه العامه. ده برضه جزء مهم جدا في المستقبل بالتاكيد. تمام. مهندس وليد، يعني واحنا خلاص اتكلمنا عن العجز واليات معالجتها من الوزاره، عايزين نتكلم عن مشكلة الرز اللي تم حلها الحمد لله وتفاديها السنة دي. هل في ضمانات انها ما ترجعش تاني السنة الجاية؟ وايه كانت يعني آليات الوزارة لا انها ممكن ما تتكررش تاني السنة الجاية؟ هل الرز مجني ولا مجني عليه؟ الحقيقة هو الرز المحصول الوحيد اللي الدولة بتحدد مساحات زراعته، يعني باقي المحاصيل المزارع حر يزرع ما يشاء من المحاصيل، هو يزرع زي ما هو، يعني ما بتكونش في حصه للمزارع انه هيزرع كام فدان مثلا، كام فدان من الرز، كام فدان من لا لا، في طبعا في بالتاكيد الكلام ده بيصدر واحد بنحدد وزاره الري ووزاره الزراعه معا بيحددوا المساحات اللي هتزرع فيها رز. السنه دي كنا بنتكلم مليون و 76000 فدان تزرع رز، الكلام ده بيحدد بيطلع بيه قرار وزاري من الوزيرين وبيعلق في ادارات الري في المحافظات، بيعلق في الجمعيات الزراعيه في المحافظات، بحيث كل واحد عارف ايه المساحات او الاحواض اللي هتزرع رز. الحقيقه برضه قلت تحديد الرز يعني مشروع محصول شرقي جدا للمياه، بياخد ميه يمكن ضعف باقي المحاصيل، عشان كده الدوله بتحدد هذا المحصول تحديدا مساحات معينه. اللي حصل السنه دي ان احنا كميات الرز اللي كانت مزروعه كميات ضخمه جدا غير مسبوقه. احد الاسباب قد يكون ارتفاع سعر الرز في السوق، يعني الرز دلوقتي ب 7 جنيه 8 جنيه 9 جنيه حاجه كده. فبالتالي المزارع عارف ان هو عايز اللي كان بيبيع السنه اللي فاتت ب 1200 جنيه النهارده معروض عليه ب 4000 جنيه الكل.
فعشان كده الزراعات زادت بشكل كبير جدا، الزراعات المخلفه زادت بشكل كبير جدا. تمام. احد الاسباب برضو اللي فتح باب التصدير للرز لفتره مؤقته، كان باب مغلق من خلال مجلس الوزراء،